السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه شكل لي، تقدر ان انت تكتب فيه اي نص انت عايزه وتقول له ابدأ التشكيل. ممكن تشكيل كامل او تشكيل اخر الكلمات او تشكيل الزامي. الموقع ده بالنسبة لي مهم جدا، لان لما بتدي الكلام لاي برنامج بيحول المكتوب لصوت من برامج الذكاء الاصطناعي بيلاقي مشكلة في العربي، لان مفيش الهمزة والفتحة والحاجات دي كلها. فلما فعلا جربت دوت وجربت ده، جربت مره اديله الكلام عادي ومره بالتشكيل، بالتشكيل بيقدر ان هو يقراها بشكل افضل، انما بالعادي هو بيلاقي صعوبه وبتحس فعلا ان ده كمبيوتر. فلذلك من ضمن الحاجات الكويسه جدا ان انت تستعين بشكل لي عشان تشكل الكتاب بتاعتك وتحط الفتحه والضمه والنصب وكل الحاجات دي.